وصلنا لفقرتنا التالية، كورونا الكلمة الأكثر تداولاً هالفترة، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا حكينا على التليفون مع أي حدا، مو إذا شفنا حدا على التليفون، دائماً كورونا كورونا كورونا. ما في يعني بدنا نكون أكثر وعي لحتى نضل بالبيت ولحتى نزيد من التعقية والنظافة الشخصية لحتى نعزز عمل جهاز المناعة في الجسم من خلال التركيز على الأغذية. خلونا نتعرف أكثر عن شو هي أهم الأغذية يلي بتقوي جهاز المناعة عنا ومنقدر فيها أنه نحمي حالنا ونتصدى لفيروس كورونا، مع استشارية التغذية علياء خليفة، استشارية في التغذية الصحية والحميات. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباح الابتسامة، صباح الضحكة، صباح التفاؤل، صباح الطاقة الإيجابية اللي نحن كتير بحاجة لها هلأ. ومثل ما كنا عم نحكي قبل مع الدكتورة والاستشارية، كانت عم تحكي قد نحن لازم نكون إيجابيين حتى بالتعامل مع أطفالنا. فنحن دائما وقت اللي بنحكي على كورونا بنحكي عن جهاز المناعة، فالتفاؤل والطاقة الإيجابية هي أول وسيلة لتقوية. تمام، أكيد. يسعد صباحك عن جديد. يعني اليوم كل العالم شغل الشاغل تقوية جهاز المناعة. يعني هذا حديث العيلة والأقارب والأصدقاء لما بدون ينصحوا قوي جهاز مناعتك. تمام، خلينا نعرف جهاز المناعة ودوره اليوم، وكيف يوم العالم يقوم بشغلات بسيطة، خلينا نحكي شغلات متوفرة، لأنه بتعرفي كمان يمكن في يمكن غلاء أسعار، مو كل العيال قادرة تجيب مواد معينة. فخلينا نعرف المواد المتوفرة بين إيدين العائلة السورية كيف يتقوي فيها جهاز المناعة. اولا بنروح للخضروات الموسميه. نحن مثل ما بنعرف هلا بالنسبه لاسعارات نوعا ما اسعارها مقبوله بالنسبه للخضروات الموسميه الغنيه وخاصه بفيتامين سي. نحن دائما بنحكي وقت اللي بنجيب سيره الكورونا بيقولوا لك فيتامين سي، حتى بيقولوا هن عم يساعدوا او عم يعالجوا المرضى عندهم، كانوا عم يعطوهم جرعات عاليه من فيتامين سي. فنحن هون بالنسبه للشغلات المتوفره بالنسبه لنا ناخذ الخضروات اللي باللون الاخضر اللي باللون الأصفر، نعمل طبقات السلطة دائما أقل شيء يكون فيه 3 ألوان، خلينا ناخد كل لون عم يعطينا تعزيز للمناعة عنا. هي بالنسبة لشغلات بين إيدينا. بالنسبة للحبوب بنروح للحبوب الكاملة، بالنسبة للبروتين بناخذ معلش البروتينات النباتية، حتى بس بخلط بروتينين مو بروتين واحد مثل ما بنعرف، انه لازم نخلط بروتينين نباتيين لنحصل على الأحماض الأمينية الأساسية. ونحن طبخاتنا غنية بخلط بروتينين مع بعضهم مثل مجدرة مثل أي نوع بنخلط فيه بين اثنين. فهي بالنسبة لكل شيء متوفر بالنسبة لنا. أولا وأخيرا ودائما نحن بنحرص عليه هو المي، لأنه نحن لحتى نقوي جهازنا المناعي كتير بحاجة للمي، والمي بشكل كبير. مثل ما سمعنا ومثل ما قرينا ومثل الدكاترة كيف عم ينصحونا قدي نشرب مي لنقوي جهازنا المناعي، لأنه شرب المي بيزيد عنا كمان إفراز اللعاب. إفراز اللعاب هو خط من خطوط الدفاع عن الجسم، من خطوط الدفاع خطوط المناعة بالنسبة لجسمنا. تنشيط الدورة الدموية، نحن وقت اللي بنشرب مي عم تتنشط عنا الدورة الدموية، عم يصير الكريات الدم الحمراء محملة بالأكسجين عنا. فهيك نحن بنكون عم نستفيد من كل شيء عنا وعم نقوي مناعتنا. الشمس هلأ الحمد لله عم تكون الأيام أغلبها مشمسة، كمان فتح وتجديد هواء البيت. هواء البيت دائما في منهم لانه بيقولوا بيتنا شمالي ما بتفوته شمس او كذا، فنحن بننصحهم كمان انه دائما يفتحوا يجددوا هواء البيت. نعم عليا، كثير مننا كمان بياكل اكل هو خطا كثير كبير وبيوقف، يعني بيوقف ضد جهاز المناعه من انه يعمل شغله. مثلا بيقولوا السكر كثير غلط انه ناخذ سكر. خلينا نحكي عن ابرز الاطعمه والاكلات يلي هي بتضر الجسم.
من اكثر مثل ما تفضلتي حضرتك السكريات، نحن السكريات دائما من اولا واخيرا بنحاربها، وخاصه السكريات البسيطه. يعني نحن ما بدنا نطلع من مشكله، يعني نخلص من الحجر الصحي متعرضين للسمنه، عرفتي كيف؟ نطلع من مشكله ونفوت بمشكله اكبر، سمنه توابعها داء السكري وشو بينتج عنا امراض القلب وكذا وهيك. فخلينا نبعد عن السكريات، خلينا نبعد عن الفاست فود، وخاصه بهي الفتره. وهلا في عم يمنعوا عنا المطاعم، عم يمنعوا المطاعم ولا التجمعات، بس كمان نحن ما نعتمد كمان على الفاست فود انه نجيبه لعنا على البيت، يعني كمان هذا بضر جسمنا. نحن عم الاولاد عنا بالبيت مشان نسليهم عم نعمل لهم شيبسات وكذا وهيك، كمان هذا كثير مضر. كل شيء مقلي، نبعد عن المقالي، نبعد، هدول كلياتهم عم يدمروا لنا للصراحه الجهاز المناعي عنا. خلينا نروح بهي الفتره، خلينا نعتبرها انه صحه لجسمنا، نحن كانه بحجر صحي بس نحن مرتاحين، خلينا نتعامل ونحن مرتاحين. هلا كل الحديث او يمكن النهفات اللي عم نشوفها على مواقع التواصل يمكن لها انه يمكن هالحجر بده يزيد الوزن، فكل السيدات والصبايا خايفين من زياده الوزن. كيف حمياتهم او نظامهم الغذائي وقعدتهم بالبيت؟ أولا خاصه ما في رياضه، ما في طلعه من البيت، يعني انت عندك بيت طبخ واكل. تمام، واكل تمام. هلا بالنسبه مثل ما حكينا لتقويه جهاز المناعه، نحن بحاجه لتنشيط الدوره الدمويه. كيف بدي نشط الدوره الدمويه عندي؟ هي بالرياضه. يعني انا مالي بحاجه اكثر من متر مربع، انه يعني مثلا اذا بدي استعمل حبله او بدي اعمل رياضه سويديه بالارض او بدي اعمل يوغا او اي حركه، مالي محتاجه انا لنادي لحتى اروح سجل فيه، فيني امارس رياضتي وانا بقلب البيت. في كثير ابلكيشن على الموبايل فينا نزلون ونلعب على أساسهم تمارين أرضية أو تمارين شو المنطقة اللي نحن مضايقتنا نشتغل عليها. هي رقم واحد. رقم اثنين، فينا نقسم وجباتنا، كل ساعتين اكل وجبه. يعني انا مثلا اكل ثلاث وجبات رئيسيه وسناكين مرقهم بيناتهم، يعني خلي كل ساعتين انا اكل، مو حط وجبه وحده واطلع فيها، لانه الجسم بياخذ قديش حاجته من هالوجبه والباقي حيخزنه على شكل دهون. لا، انا خليني اكل كميات قليله وعلى عدد وجبات اكبر. تمام، بدي ما في داعي تمسحي بالقشاطه، امسحي انت. تمام بس تماما، بس نحن يعني كمان بهمنا انه ما نضر المفاصل عنا، يعني كمان انه ما نعمل حركات غلط. يعني هلا مثل حضرتك عم تقولي مثلا ممكن يكون عصر ممسحه او اي شيء بدك تنزلي او كذا تكون حركه غلط، لا خلينا يكون كل شيء منظم، خلينا نتحرك بالبيت حركه تكون بتفيدنا، تمام، ما تتعبنا، يعني مو حركه على الفاضي. يعني انه مثلا انا احرك بالبيت ساعه بعد هيك اقعد مهدود حالي 4-5 ساعات، لا، نحن بدنا نقوي بالرياضه المفيده. فينا نستعمل شغل، ناكل شغلات اذا بنحب النقرشات او عبالنا نقرشات وبدنا نستفيد لحتى نقوي مناعتنا، فينا نروح لبزر القرع، بنسميه البزر الابيض، البزر دوار الشمس، فينا نروح البلملح، فينا نروح يعني اللي عندهم، فينا نقول للمكسرات، المكسرات كثير مفيده هلا بوقايه الكورونا، وخاصه اللوز والجوز عم ينصحوا فيه كمان الاطباء. فينا تمام، هو غالي الثمن صح، بس انه عطيتك بدائل انه مثل بزر القرع او بزر دوار الشمس. نعم. عليا خلينا نحكي كمان بنقطه المشروبات الغنيه بالفيتامين سي. يعني بيقولوا لا كلي برتقانه ولا تعصريها، نحن مشان الاولاد يشربوها اكثر بالبيت او هيك بنعصرها، رح تضل محافظه على نفس الفوائد اذا عصرناها وصارت على عصير، ولا لازم ياكلوها اكل احسن مشان الالياف ما تروح منا؟ اي الصح؟ خلينا نحكي. تماما، هلا نحن بالنسبه مشان ما نزيد الكالوريز على جسمنا، مشان يعني هلا مثلا انا بدي اعمل كاسه برتقان، بدي مثلا عصير ثلاث برتقانات لحتى اخذ انا كاسه برتقان وحده. لا، انا فيني اكل برتقانه مثل ما هي، بستفيد من الالياف اللي فيها كليات احسن ما انا اعصرها وكب الالياف. نحن بدنا نستفيد من هالالياف لتقويه مناعتنا كمان ولتقويه جهازنا الهضمي كمان ويشتغل بشكل صحيح. لا، انا بنصح انه حتى بالنسبه للاطفال حضرتك عم تحكي، انه فيني اقطع لهم اياها وحط لهم اياها قدامهم لحالهم، بيروحوا وبيجوا حيشوفوا في شيء ناحهم حياكلوا. تمام. طيب كمان خلينا نحكي شوي عن
الزهورات او الاعشاب اللي كمان كثير من الناس بتعتقد انه بتطهر المعده بتطهر البلعوم. خلينا نعرف هل هذا الشيء صحيح، وشو اهم يمكن الاعشاب اللي ممكن الواحد يشربها غير الشاي الاخضر، لانه حكينا قد ايه هو مضاد للاكسده تماما يعني. وغني بالفلافونيد. هلا بالنسبه للزهورات فينا نقول اليانسون مثل ما هلا عم ينصحوا بس بكميات معتدله، نحن ليش بهمنا ومنيح كل الشعب بينام. ايوه تمام. هلا بالنسبه للزهورات، بالنسبه للزنجبيل، بالنسبه لاي شيء بيحاول انه يقوي مناعتنا، الزعتر البري منيح للجهاز التنفسي كمان عندنا. نحن ليش دائما بننصح بالدافي؟ لحتى نحارب الكورونا، لانه الكورونا دائما بيسعى للمي بيناسبوا الجو البارد. هلا نحن بنقطع الاولاد كمان بالنسبه للبوظه، بنبعدهم عن البوظه عن الايس كريم كلياتها، وبنبعدهم كمان عن المي البارده، الكولر دائما مطفي المي البارده تبعه. فنحن دائما بنروح للسوائل الدافيه. نحن مثل ما سمعنا ومثل ما قالوا لنا الدكاتره ومثل ما نصحونا انه نحن الكورونا بنعرف انه عم يفوت ويعلق بالحلق، فهلا نحن في عنده مجريين في ممكن انه يمرق منهم، اما المجرى هو هدفه انه يوصل للمجرى التنفسي ليعيش ضمن الخليه بالرئه، فنحن دائما لنحول مساره للمجرى الهضمي دائما بننصح انه دائما رئتك لا تخليه ناشف، دائما خليه مبلول، دائما اشربي مي، دائما السوائل الدافيه بتساعدنا على افراز اللعاب مثل ما حكينا، الغني بالانزيمات الدفاعيه، وهيك نحن انت بتكوني عم تغيري مجرى فيروس الكورونا من الجهاز التنفسي للجهاز الهضمي. وبالمناسبه انه نحن ما لازم كثير نخاف، ما لازم يكون في عندنا حالات خوف وهلع مثل ما بلشنا. انا ما فيني مثلا اعالج غذائيا او انصح بتقويه جهاز المناعي غذائيا ونفسيتي محطمه او تعبانه او انا رايحه لليأس والاحباط اللي عم يشكل لي جهازي المناعي، لا انا دائما متفائله، دائما عندي طاقه ايجابيه، وخاصه اذا كنت والده ومعتمد علي البيت كلياته او الاب اللي معتمد، فنحن ما بدنا نبص طاقه سلبيه للصراحه. مثل ما بنعرف هلا وسائل التواصل الاجتماعي بتكون سلاح ذو حدين، كثير سلبيه، فيها سلبيات وفيها ايجابيات، فيها توعيه كمان فيها، بس للاسف انه عم ينشروا الخوف والهلع بيناتنا. نعم علياء، خلينا يعني قبل ما نختم نحكي عن خلطات مفيده. كثير عم نشوف الخلطه الاكثر شيء منتشره، يعني انا اول عالم نفذتها هي برتقانه ليمونه كل البيت موجود، وزنجبيل كمان بنبرشه، عسل، فينا نضيف كركم وفينا نضيف قرفه مع معلقه بنحطهم من هذا الخليط ومي ساخنه. هذا الخليط فينا نحفظه بالبراد كم يوم، وقد ايه بصير بضل فيه مفعول الفيتامينز موجود بقلب هي المركبات كلها، بتضل ايام كثيره؟ هلا للصراحه انا بفضل انه احنا نعصر وناكل، لانه فيتامين سي مثل ما بنعرف نعصر وناكل؟ نعصر ونشرب او بدون خليط. نقطع وناكل، ليه؟ لانه احنا ما بدنا فيتامين سي بيطير بالهواء، عرفتي كيف؟ ما بدنا يعني نحن دائما بدنا شيء طازج لحتى نستفيد منه، يعني انا هيك بحبز اكثر. حابين مثلا خلطات، ممكن انا الصبح بكاسه مي دافيه حط معلقه عسل مع عصرة نص ليمونة، هي لقوي جهاز المناعي أو حرك الاستقلاب عندي طول النهار. فيني مثلا أعصر يعني دغري هذا السموزي اللي عم تعمليه أو العصير اللي عم تعمليه، فيكي دغري تشربي، ما بفضل أنا أنه ينحفظ. الترانشات بيضلوا الترانشات تضل بقلبها. فيكي كمان تعملي مثلا مية الديتوكس، أنه تستفيدي من الفيتامينات كليات المنحلة بالمي، مثل ما بنعرف نحن الديتوكس أنه بنحط بقلب المي من بال الليل، مي بنحط فيها ليمون، بردقان، شو بتحبي مثلا، فيك تحطي نعناع، هون بصير الفيتامينات بتنحل منهم بالماء، هدول الفيتامينات المنحله بالماء، الصبح انت بتصفيهم وبتشربي منه طول النهار، هيك بتكوني عم تستفيدي كمان من الفيتامينز اللي منحله بالماء. اما انه كسمو يعني نعمل ونخبي، لا بنفضل الفريش اكثر، وهلا كله يعني نحن بفصل الشتاء متوفر بين ايدينا، كلياته متوفر الحمد لله. نصائح هيك بتحبي توجهيها لكل عائلة سورية هلا قاعدة بالبيت بالنسبة لعادات صحية تتبعها وتبعد عن العادات الخاطئة؟
تماما. اول شيء انا بنصحهم يعني فعلا وزاره الصحه مشكوره يعني عم توزع وتنبه دائما، يعني صار عند الكل المعلومات كيف بدها تكون الوقايه الشخصيه، النظافه الشخصيه، صار عندنا كلياتنا عندنا هالعادات. بدنا نرجع للعادات القديمه، مثلا عاده خلع الحذاء خارج البيت قبل ما نفوت على البيت اولا. ثانيا في عندنا عادات انه ما ناكل من الصحن الكبير اللي محطوط بالنص، كل مين له صحنه. خلينا نروح مثل ما كنا من زمان محافظين على حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي كانت فعلا انه بتفيدنا. قلة الاختلاط بالعالم، مثل ما بنعرف النوم الكافي، النوم كثير مفيد لحد انه نقوي جهازنا المناعي من 7 لـ 8 ساعات. خلينا نروح مثل ما حكيت للخضروات والفواكه الموسمية، يعني ما كثير نروح للبروتين الحيواني يعني ولو كان متوفر. خلينا نصوم كلنا هالعدد. ايه معلش، خلينا نعمل ريفريش لجسمنا ونكون مبسوطين، يعني عم نعمل هالشيء لنا ولجسمنا. يعني فينا هلا نفتح الباب وننزل ونطلع وكذا هيك، بس انت بتكوني عم تضري حالك وتضري المجتمع باكمله. فخلينا هلا معلش ناخذ استراحه لحالنا لنفسنا لنجدد حالنا، وان شاء الله بكره احلى ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك، شرفتينا، اهلا وسهلا. شكرا لاستضافتك، شكرا لوجودك علياء وللمعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا.